ممكن تكون سعيد، لكن تقدر تكون أسعد. أوقات بنستمتع، لكن مع الاستمتاع بيكون في شعور بالتعب. ولو انت سليم، ده ما يمنعش انك تتأكد. جايز تكون مبسوط، لكن في الحقيقة انت بتضر نفسك. اكيد انت جميلة، لكن ساعات بتحسي ان في حاجة ناقصة. علشان نكمل اي حاجة ناقصانا لازم نستشير الطبيب.